feel summer creeping in, and I'm tired of this tiny game. واش لافامي، السلام عليكم. رجعنا لكم في فيديو جديد. عندنا مده ما تقابلناش. احنا اخر مره تقابلنا في 2018 واحنا تويكا في 2019. عام جديد وكما تشوفوا يعني والاحوال جيده جدا جدا جدا. والله يصافي بليزير. عندنا مده ما تقابلناش على غالب ظروف ما يعني ما سمحت ليش باش نصور معكم فيديو جديد على غالب. كما تشوفوا يدي تحت عليها وصارت لي فيها كسر، والحمد لله توا لاباس، وان شاء الله لاباس الايام الجايه، ان شاء الله ترجع يدي لاباس. ابار ساعه توحشتكم لافامي، يعني صورت لكم شويه الاجواء قبل راس العام وشويه وقت راس العام، وتوا نخليكم توا تفرجوا شويه في الاجواء. اوكي ما نسيتكمش. بون اني يا جماعه، احنا تويكا في اخر 2018 مش داخل علينا عام 2019. عام 2018 عدى عام اكيد ضبط فيه برشا حاجات باهين وبرشا حاجات خايبين. بون اني لكم يا جماعه، وان شاء الله يتعدى لكم عام مزيان برشا بوزيتيف. معايا يا جماعه يسايبوا في الفوشيك، خسارة ما نجمش نصور لكم كل شيء. سبع النية كي تسكر باب نحل مية ثنية، وانتي تعس عليا متاع شنية يا والاخر يحكي عليا متاع شنية يا تتشوحر عليا متاع شنية يا نعطيك قسمي هدية متاع شنية. Geil, Alter! أجواء رأس العام في ألمانيا كما تشوفوا، أجواء عالمية عالمية.
thousand years later. الدنيا باردة بالكدا، الأيامات هذيا رجعت باردة لمحالة صبت الأيامات اللي فاتت شوية ثلج وتويك باردة، الدنيا باردة 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 بالكدا بالكدا بالكدا. وكا أنا حبيت شوية نعمل دورة مع بعضنا في شتوتغارت نصوروا شوية الأجواء. البريود اللي فاتت كانت حافلة لمحالة أيامات رأس العام، وتويك يعني إحنا تو أول عام تاع 2019 شوية شوية كا والعباد رجعت تخدم، كانت في فاكونس واللي كان مرتاح ماخذ كونجي وتويك كان سكر رجع تخدم وكا بلا شوفوا معايا ستيلو هذا قداش سومو باليورو. ها الماركة مون بلون شو قداش سومو؟ 2650 يورو برشا نو. باش نتقابل انا واحمد الكوزان تاعي باش نتقابلو تويكا مشينا نعملوا دورة مع بعضنا، مشينا نعملوا قهوة وكاها نصور لكم شوية الأجواء. لا ريان دو سبيسيال، فماش حاجة سبيسيال، جوست هكا فيديو تاع أنا عدنا ويلكم باك. باردة 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 برشا، ما نجمش حتى كاميرا شادة في يدي، الدنيا باردة على الآخر وما نجمش نحط يدي في البلوزون خاطر الجبيرة يعني عريضة. وما تذكرت جبت معايا الجواندويتك اللي باردة باردة على الاخر يا جماعة. اي 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 ولا عارف لوي فيتون سوبر مارشي نتاعهم، المارشي نتاع المانيا كما نقولوا احنا المارشي سنترال المارشي الشعبي. ندخلوا نعملوا دورة نوريكم شوية المارشي في المانيا كيفاش في مدينة شتوتغارت بالتحديد. يعني دخلنا وسط المارشي، مارشي وني فيه كل شيء، اما حاجات نتاع المانيا بيان سور الماكلة نتاع الالمان هكا الحلوف كل حلال فلان حلوف وجبونات الفحات عندهم كل شيء. هذي الغلة مشايحينها غلة شايحة بيبيع في الفتاح يبيعوا لهناك الحاجات متاع الحوت بسلاد الفاسد هذو وني جبونات وني عندهم بارش انواع متاع جبن انا واشكال هذا كوشة خبز وكرواسون والفاسد هذو محليات تي هذوما الحاجات هذوكا. شوفوا في المارشي تلقى نساء ورجال يخدموا، لان البنات يخدموا نساء ما يستعاروش، احنا عندنا عار المرأة تخدم في وسط مارشي ولا نبيعوا في الشوكولاتي حاجات تاع الشوكولا كول. هاو العيات ولا زياد في المارشي لنا. ندخلوا البارتي نتاع الفافوريت نتاعي انا يعني الاسماك الحوت السمك.
Okay. Let's do it. شوفوا الأسبوعين أنا عمي بيكم دولة صغيرة وأنا بتبيعتي ندخل للدفع خاطر الدنيا باردة هكا دوزونا صوروا لكم شوية أجواء في ألمانيا ومن طون بلاسة دافية واحد الدفع شوية لطون جيني حمودة جيني هو طويكا حتى جيني هو انتو عايشة معي الفوق ادري شنو يفهم نطلع مع بعضنا نستكشفوها فما المرشي من فوق فما ريستوران شو الغازة هناك اللي قصوا بها غازات هذا الزائر رجعنا للبلد يا جماعة تويكا طلبني حمودة باش نمشيلو سنة في شلوس باتس مش بعيد من هون 5 دقائق مسافة السكة يعني هاي شوية ومشي بحري ها؟ هاي يا جماعة هاي هاو جاي حمودة هاو هلوس عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شوية الكاميرا ما حبش شد ويجا هاو أو آخر فيديو صورناه مع بعضنا في تونس ها؟ في تونس ها؟ في كارتاج في كارتاج واللاك ومع بعضنا وجيب أحدينا لألمانيا تويكا وانا مشو نعملوا دورة مع بعضنا كاو تو بدأ يتيح الليل وبردة حمودة بردة بالضبط بردة كلي بالضبط 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 اش نعمل غدس انا اي هاو بحدينا لك شوفوا الحذبة هم ولاد حومة جايين يعملوا في غدسة لهنا هاو ستدور لكم شوف اهو اهو بط والجرماء عاملين اجتماع هذو من بطات شتوتغارت اهو تترن المشوى شنايا شنايا راح عاملهم مشوى باز ليه وعليه حتى في اي بلاس تيهم انتع السجوم يذبحوا فيهم بالله تمسيحوا قتلوه خلي عاد شو بطة ريتو الثلج اما سب توا عنده نهارين وثلاث ايام اما توا ذايب ذايب فما وصل جديد هنا ياو فما الماء لهنا والماء هو جامد باش نتعدى من هنا خايف نزلق انا ساقي يدي بتبيعتها في اعاقه ونزيد هذيك نزلق مزمره هم هارب جاو مرحبا مقطع صراحة برجو ليا في البلاد راكم في نعمة الدنيا يعني سخونة كمام البرد لنا راهو برد على الاخر مسمام على الاخر على الاخر هاكم شي والحمامات البطاط راهو شبيه 2000 years later انتم احكيولي شنو فما جديد شنو اجواكم يا جماعة انا مدة ما تقابلناش ولا يسامحوني على غالب ما تليتش تقوليش ليه كما تشوفوا يدي مضروبة عندي اصابة بالغة جدا يعني حتى في كل مونة في المونة مش حاضر عليه طال هون اي حتى جوير مهم جوير محترف يعني كور في البوندس ليغا متاع الهون فيلن دانك عجيتنا القهوة توا صح هاي بيه حتى سيرفيرا بيه معاش
هكاو يا جماعة، مساكم على خير، إلى اللقاء، نتقابلوا إن شاء الله في فيديو جديد. نبدأ في فورمة كما تشوفوا، يدي مريضة وصفا يعني فما مورال مهزوز وديما لباس، أما نتقابلوا إن شاء الله في فيديو جديد. وبالنسبة للناس أول مرة تدخل القناة، ما تنسيوش باش تعملوا جيم، باش تعملوا سبسكرايب، باش تعملوا أبوني، باش تفرجوا في الفيديوهات الأخرانية. باي، السلام عليكم، بيس أند لوف، تشاو.